السؤال رقم 12. A person pushes a 50 kilogram box by horizontal force of 250 newton. The coefficient of static friction is 0.45 and coefficient of kinetic friction is 0.42. والمطلوب the magnitude of the friction force in N. إذا لازم بالطبع تحدد ما هي هذا القوة, هذه قوة الاحتكاك, هل هي حركية أم ثابتة FS أو FK, وبعد ذلك تعطي الماجنيتود. إذا الفري بادي دايجرام تاعنا يكون على هذا الشكل. إذا الحركة أفقية, الجسم تحت تأثير وزنه وقوة رد الفعل N. ليس هناك إذا كل القوى الأخرى أفقية, إذا حتما N و W يكونوا متساويين الاثنين. أوكي, عندي قوة إذا دافعة كابيتال F وعندي قوة احتكاك وهذه القوة مجهولة. أوكي, القوة هذه مجهولة الآن, لا أدري هل هي هل هناك حركة وبالتالي F هي FK أو الجسم متوقف وبالتالي F هي عبارة عن FS. إذا first we need to compare the pushing force F, the pushing force with the FS max. أوكي, FS max نعرفه ونحسبها, وبالتالي ممكن نقارن F مع FS max عشان نحدد هل هناك حركة أم لا. To see if the object is moving or at rest. In all cases, vertically AY equals zero. مهما كان الحال, احتكاك حركة أو سكون, إذن AY سوف يساوي صفر, وبالتالي N يساوي W يساوي MG. إذن تذكروا منيح هذه العلاقة لأنه نستعملها في عدة حسابات. ما هي قيمة FS max؟ هي ميو اس مضروب بN, وميو اس معطى هو 0.45 وN هي MG من هذه العلاقة هذه. إذن هنا عدديا إذن أحسب أن FS max هي 220.5 نيوتن, فهي أقل من F. قيمة F هي 250. وش معناه؟ معناه أن هذه القوة الدافعة تفوقت على FS max, وبالتالي هذا الجسم هذا ليس في حالة السكون وإنما هو متحرك, لأن هذه القوة هذه أكبر من أقصى قوة, قوة احتكاك ثابتة اللي هي FS max. أوكي, إذا the static friction is overcome, تغلبنا عليها أو تغلبت عليها F, إذا is overcome by F and the object must be moving. أوكي, إذا هذا الجسم هذا إذا حتما فهو متحرك. Then our friction force F هي FK. أوكي, اللي هي kinetic friction force. بالطبع ما هي قيمتها؟ قيمة FK هي ميو كي مضروبة بN. إذا N هو دائما MG ما يتغيرش, وميو كي هو 0.42, وعدديا هذا يعطيني تقريبا 206 نيوتن.